قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكر الله سبحانه وتعالى واجب على كل النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على الإنسان، وهو من الوظائف الأخلاقية فضلاً عن الوظائف الدينية. فلو لم يوجب الشرع أن نشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي من بها على الإنسان لأوجب العقل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله كثيرة أيها الأعزاء جلت عن الإحصاء: نعمة الأمن، ونعمة الغذاء، ونعمة العقل، ونعمة الصحة، ونعمة النظر، ونعمة السمع، ونعمة النطق، ومئات بل آلاف من النعم الأخرى التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. ولذلك جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: في كل نفس من أنفاسك شكر لازم لك بل ألف وأكثر. في كل نفس يتنفسه الإنسان يلزمه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ومن هنا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: أول ما يجب عليكم لله سبحانه شكر آياته وابتغاء مراضيه، أن يشكر الإنسان رب العالمين على آياته الكثيرة ونعمه المتعددة. ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين بأهم صفة فجعلها الشكر، قال: وقليل من عبادي الشكور. فاعتبر شكر الله سبحانه وتعالى من الصفات التي لا يتمتع بها كثير من الخلق ولكن بعض منهم فقط، وقليل من عبادي الشكور. وقال الإمام علي الهادي عليه السلام، قال: الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع والشكر نعم وعقبى، أي أن الذي يشكر الله سبحانه وتعالى هو أسعد بالشكر بنعمة الشكر من النعمة نفسها، لأن النعمة قد تزول لكن شكر النعمة لا يزول، يسجل له حسنة بل حسنان. ولذلك قال الإمام العسكري عليه السلام: لا يعرف النعمة إلا شاكر، فقط الشاكرون هم الذين يعرفون قدر النعمة، ولا يشكر النعمة إلا عارف بالله، من يعرف الله حق معرفته هو الذي يشكر النعمة. يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على لسانه. ما أن يشكر الإنسان نعم الله حتى يزيد الله في نعمه. ولذلك قال القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم، أي أزيدنكم في النعم. إذا كان الإنسان شاكرا لنعم الله
يزيده الله من نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. ولئن كفرتم يعني كفرتم النعمة، ليس الكفر بالعقيدة، ليس المقصود بالكفر هنا الكفر بالعقيدة، وإنما المقصود بالكفر هو ضد الشكر. كفران النعمة يعني الجحود، أن يجحد الإنسان النعمة، أن يستخف بها، أن لا يقدرها، أن لا يشكر الله عليها، هذا معنى الكفر هنا. يقول القرآن الكريم: لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. إذن النعم أيها الأعزاء، نعم الله سبحانه وتعالى تجل عن الإحصاء، ولا بد للإنسان أن يشكر نعم الله. الشكر أيها الأعزاء على نحوين، كيف نشكر الله؟ كيف نشكر الله؟ إذا أراد المؤمن أن يشكر الله على نعمه المتعددة التي أنعم بها على الإنسان، كيف يشكر الله سبحانه وتعالى؟ هناك شكر لفظي وهناك شكر عملي. أما الشكر اللفظي فأن تكون شكرا لله، أن تشكر الله سبحانه وتعالى بلسانك، وهذا أيضا جيد وعظيم، أن تكرر الشكر صباحا ومساء، في ليس بقلبك وإنما بلسانك أو بلسانك وقلبك. أن تكرر الشكر لفظا هذا نوع من أنواع الشكر، وهناك نوع آخر بل أهم من النوع الأول أيها الأعزاء، والشكر العملي، أن تشكر الله عمليا على نعمه وفضله. كيف نشكر الله عمليا أيها الأعزاء؟ أيضا هناك طريقان لشكر الله على فضله: الشكر العملي. الشكر العملي يتم أولا بأنك تحافظ على النعمة. هناك من الناس من لا يحافظ على النعمة، يبتدلها أطنان، بل آلاف الأطنان، بل ملايين الأطنان من الغذاء ترمى في المزابل في كل يوم. أنا قرأت إحصائية قبل فترة أن كل عائلة أمريكية، كل عائلة أمريكية، تعرفون كم عائلة؟ تقريبا 100 مليون عائلة أسر، كل عائلة في الولايات المتحدة تبذر من الطعام وترميه في المزابل ما يعادل $1,500 في السنة. كل أسرة أمريكية ترمي في المزابل من الطعام الصالح ما يعادل $1,500. اضربوا $1,500 بعدد الأسر الأمريكية، 80 مليون، 70 مليون، 100 مليون، أنا ما أعرف كم أسرة، شوفوا ايش قد يطلعنا من الطعام الصالح. انت تشوفون في بعض الوثائق، بعض الافلام الوثائقيه التي تعرضها بعض وسائل الاعلام، ترون بعض الشعوب ايها الاعزاء تبحث عن الطعام في المزابل لتاكل. هنا في هذا البلد يرمى ملايين الاطنان من الطعام في المزابل سنويا، هذا كفران للنعم، هذا من أبرز مصاديق كفران النعم. إذن الشكر العملي أن تحافظ على النعم، والنعمة أيها الأعزاء قد تكون مادية كالطعام كالغذاء، وقد تكون نعمة معنوية. الله سبحانه وتعالى ينعم بنعمة معنوية على الناس، كيف؟ المساجد، المراكز، المؤسسات الدينية، المدارس الدينية، العلماء، الوعظ، الإرشاد، يجب أن نشكر الله على هذه النعم، لأن لولا هذه النعم، لولا المراكز والمساجد
والمؤسسات الدينية والعلماء لضاع قسم كبير من الأجيال الإسلامية. فلا بد أن نشكر الله على مثل هذه النعمة. أيضا النعمة ليست منحصرة بالنعمة المادية أيها الأعزاء. إذا في الشكر العملي يجب أن نحافظ على النعمة، نحافظ عليها ونجتهد في الحفاظ عليها، وأيضا أن تشارك الآخرين ببعض ما أنعم الله عليك، ببعض ما أنعم الله عليك. هذا أيضا من مصادق الشكر العملي، أنه لما تشكر رب العالمين مش بس تقول شكرا لله، لا، الله معطيك، شارك ببعض ما أنعم الله عليك، شارك معه، شارك فيه وقاسمه مع الذين لم يكتب لهم السعة في الرزق. ولذلك جاء في دعاء شعبان، سنستغرب اليوم حاج أحمد بدنا نسمع دعاء شعبان، يعني أنا اقترح في شهر رجب خلي نقرأ الأدعية المختصة بشهر رجب، في شهر شعبان نقرأ أدعية شهر شعبان. في دعاء شهر شعبان الوارد عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضل. إذن من مصادر الشكر أن الله سبحانه وتعالى يرزقك هذه النعمة، أن تشارك ببعض نعم الله التي أنعم عليك، أن تواسي بها من ضيق الله سبحانه وتعالى عليه في النعم. يقول: ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل إمام إلى آخر الدعاء. الشاهد من هذا الدعاء أن الشكر العملي أيها الأعزاء أن تواسي من قدر الله عليه بالرزق ببعض ما وسع الله عليك من الرزق. شيء بسيط أن تعطي للفقراء للمحرومين، خصوصا شهر رمضان قادم أيها الأعزاء بعد كم يوم، شهر المغفرة، شهر العطاء، شهر الرحمة، شهر الفضيلة، شهر المواساة. من أسماء شهر رمضان هو شهر المواساة، ومعنى المواساة أن تواسي المحرومين. أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.